وقعت أكاديمية الطيف لكرة القدم عقد شراكة لبرشلونة الأكاديمية التي انطلقت في انتقائي اللاعبين الأصاغر من خلال دورات كروية مدرسية، حيث كشف الرئيس السابق لوفاق الطيف بأن ثمار هذه الأكاديمية سيظهر في الأعوام القليلة القادمة. فالشيء بات بالتالي. شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. نفسح المجال للزملاء الإعلاميين فقط. هذه الأكاديمية راح نشوفونا في الأيام القليلة القادمة في الميدان، راح نبدأ عملية الانتداب ربما بعد أسبوع. تكلمنا عن الدورة المدرسية اللي راح نقوموا بها، راح تكون دورة كبيرة اللي راح تحضروا لها وتشوفوها. اون فاكريد لومبيونس في البلاد هذه، نخلقوا جو مناخ يعني اللي يفرحوا به كل ابناء الولاية. وهذه اكاديمية تاع ولاية سطيف ماشي تاع مدينة سطيف، يعني مفتوحة لكل يعني ابناء الولاية باش يجيو، وراح تشوفنا في لي بريمي ريزلتا راح تشوفهم ابارتير دو موا. توصلت لجنة المراقبة للشبيبات